اليوم غادي تاخذ كل شيء على الكرياتين، غادي نشوفوا واش كتقدر تبدل الشكل ديالك وانك تحصل على واحد الضخامه عضليه. شحال خاصك تاخذ؟ واش ضروري انك تاخذ واحد القيمه ديال 20 غرام بحال اللي كتسمع دائما؟ واش عندها واحد الاداء على الجسم؟ واش كتساعدك في واحد التغيير كيف ما كتسمع ان بزاف الناس كينصحوا به؟ الوغ يكون الموضوع جد مبسط علمي ومبسط باش هكا توضح لك جميع الجوانب غادي نحاولوا نقيسوها. الوغ الكرياتين انت كتاخذها، تقدر تاخذها بشكل مباشر، يعني الا خديتي الاسماك ولا خديتي مثلا اللحم بقري كتقدر تاخذ كرياتين بواحد النسبه اللي ضعيفه، لانه تقدر توصل حتى لواحد غرام 2 غرام، ولكن باش توصل لواحد النسبه 5 غرام نخصك واحد الكميه ديال اللحوم اللي عاليه بزاف واللي ما تكونش صحيه بالنسبه لك اكيد مع الوقت. فكيفاش حنا كنقدروا نكونوا الكرياتين؟ كنكونوها من ثلاثه الاحماض الامينيه. شنو هي بعد الاحماض الامينيه؟ هي فقط هي اليابينات ديال البناء ديال البروتين، يعني اي بروتين متكون من واحد المجموعه ديال الاحماض الامينيه، يعني لما كتاكل انت بروتين كتفكوا في الجسم ديالك كتحول الاحماض الامينيه اللي كتستافد منها ثلاثه الاحماض الامينيه اللي كتدخل في البناء ديال البروتين ديال الكرياتين عفوا على مستوى الكبد وعلى مستوى الكلي ديالك اللي هي الجليسين الميثيونين والارجينين. يعني سواء خديتها بشكل مباشر من اللحوم ولا من الاسماك كيف ما قلنا تقدر تستافد منها بشكل مباشر، سواء ما خديتيهاش وخديتي الاحماض الامينيه مثلا من نبات او لا شيء من هذا القبيل، فعلى اي دائما انت عندك واحد المصدر اللي كيسمح للجسم انه يكون الكرياتين. ولكن فين كاين السر؟ كاين في السر في التخزين. يعني لما حنا كنبغيو نخزنوا الكرياتين بعدا حنا كنخزنوا 95% تقريبا في الناحيه العضليه، يعني معظم التخزين كيكون في العضله، فكنخزنوه على واحد الشكل اللي هو اللي دار عليه الفيلم كامل اللي كيتسمى الفوسفوكرياتين. هذا هو اللي دار عليه الشغل. يعني انت لما كتاخذ الكرياتين ثلثين ديالك كيتستوكا في شكل العضله في العضلات ديالك على شكل هذا الفوسفوكرياتين اللي هو اللي كيدير الدور اللي غادي نشرحه دابا. انت فاش كتمشي تريني خصوصا في كمال الاجسام كدير واحد الشده كبيره في واحد الوقت صغير، فحنا كنقدروا ناخذوا الطاقه عن طريق عده طرق في الجسم ديالنا، عن طريقه اللي كتعتمد الاكسجين، طريقه اللي ما كتعتمدش الاكسجين، وكاين الطريقه اللي ركزوا فيها اليوم هي اللي كتخص الكرياتين. فلما انت كدير واحد الشده عاليه الجسم كياخذ الاي تي بي، هذا هو المصدر السريع والمباشر ليه اللي كيخليك انك انت كتشوف راسك ديك 5 ثواني الاولى قادر انك تزدك تقل، ولكن لما كيسالي كيتحول لواحد الحاجه اللي ما كتبقاش نافعه للجسم. يعني الجسم ديك الساعه ما كيبقى نافعه بوالو، كيكون على شكل اي تي بي، ولكن ملي كيعطيك ديك الطاقه ومور ديك 5 ثواني كيتاكسد كيولي اي تي بي. هذا الاي تي بي الجسم ما يقدرش يخدم به، يعني الاي تي بي ما صالحش ليه، ما غاديش يقدر هو يستافد منه كطاقه. فهنا فين كيجي داك الفوسفوكرياتين اللي خزناه حنا في العضله ديالنا واللي كان الاساس ديالو خديناه كرياتين، كيمنح واحد التحرير ديال الجزء ديال الفوسفور اللي كيتلاقي لك انت مع داك الاي تي بي وكيكون لك اي تي بي وكتجدد لك الطاقه. فالا بغينا نديروا واحد ملخص بسيط، هذيك الكرياتين لما كتدخل العضله ديالك كتمكنك من واحد التجديد ديال واحد الطاقه بصفه سريعه، ولكن في واحد الوقت محدود، يعني ما يمكنش تبقى تستمر معاك لواحد المده اللي طويله. وهنا ماشي كاع الناس كيقدروا يخزنوا الكرياتين بنفس الصفه، كاين الناس اللي كيخزنوا اقل من الاخرين، هذا كيعتمد على الفرد ما كيعتمدش يعني على حاله عامه غادي نعموها على كل شيء. فلذلك هنا غادي نجيو للمساله ديال شحال خاصني ناخذ ديال الكرياتين، علاش بعض الناس كيقول خذ 20 غرام؟ دابا حنا كيف ما قلنا باش توصل لواحد النسبه ديال التخزين كبيره والاقصى نسبه التخزين، لان انت علاش كتاخذ الكرياتين؟ باش توصل اقصى نسبه ديال التخزين ديال الكرياتين وتقدر تبدا تستافد منها. هذيك اقصى نسبه ديال التخزين الا خديتي 5 غرام كل نهار على مدى 20 يوم كتوصل اقصى نظام ديال التخزين داخل العضله ديالك. ولكن كاين الناس اللي ما كيصبروش كيبغيو واحد العمليه ديال التسريع، فشنو كيديروا؟ ياخذوا على مدى 7 ايام الاولى 20 غرام باش كيقدر ان العضله تولي عندها وصلات لك القمه ديال التخزين، ولكن على شرط ان الايام اللي موراها يبقاو ياخذوا 5 غرام، يعني ما كاينش حتى شي حبسوا. وانا كتجيني هنا ماشي ضروري، يعني الا خديتي غير كل نهار 5 غرام واستمريتي في واحد المده مهمه فراك توصل للقمه ديال التخزين ديالك. فلذلك ما كاينش لاش الزربه، ما كاينش ضروري لانك تاخذ 20 غرام وتقدر ديك العمليه ديال التحميل، لان من بعد 20 يوم غتكون النتيجه تقريبا متماثله، غتكونوا بجوجكم وصلتوا للقمه ديال التخزين ولو تكون غير 5 غرام في النهار، ولكن الاساس باش تستمر ديك القمه ديال التخزين عاليه هو انك تستمر في ديك 5 غرام على المدى الايام اللي كتستعمل فيها ولا على داك الوقت اللي غتستعمل فيه الكرياتين. وهنا كمكمل، لانك مكمل غتقدر تاخذ 5 غرام وانت هذا هو الحاجه ديالك، بينما لو بغيتي تقول لي ناخذها من اللحوم عرفتي باش توصل 5 غرام ديال الكرياتين من اللحوم راه غادي تاكل واحد القيمه اللي خياليه كيف ما هضرنا في الاول. فلذلك هنا هضرنا على القيمه ديال التخزين كتختلف من شخص لشخص، والمده تقريبا كيف ما قلنا انا خاصك تمشي ب 5 غرام، المده ديال التحميل ديال 20 غرام انا شرحت لك بالضبط علاش الناس كيديروها. فهنا واش الفوائد؟ واش لما غادي ناخذ كرياتين الشكل ديالي غادي يتبدل؟ الحجم ديالي غيتزاد؟ واش يعني بهذه الفاعليه اللي كيهضروا عليها؟ لا، حنا لما كنقولوا الكرياتين انا غادي تساعدك غتساعدك بواحد المبدا، بمعنى بما ان انت العضله ديالك ولا فيها واحد الوروج مياه اكثر، بما انه ولا عندك واحد التجديد ديال الطاقه وعندك تخزين عالي للفوسفوكرياتين الشيء اللي كيخليك بواحد التجديد ديال الطاقه اعلى، فالجسم ديالك هنا كتولي والعضله ديالك عندها واحد القابليه للاستجابه بواحد الصفه اكبر، سواء من ناحيه ديال انه تقدر مثلا كنتي كتسالي في واحد الريبيتيسيون الخامسه كنتي ما كتقدرش توصل لواحد تقول كتقدر انك بديتي كتوصل ليه حتى في السادسه وحتى في الثامنه مثلا، كتلاحظ انه الاستشفاء ديالك كيقدر يكون افضل، لان كيف ما قلنا المياه اللي كتولي جرى ما كتولش داخل العضله وهي فارغه، لان كيفاش الكرياتين كيسمح بولوج المياه بصفه اعلى؟ لانه كيتفاعل مضارات الهيدروجين اللي في المياه، فهذاك التفاعل كيسمح بانه يكون واحد النسبه ديال ولوج المياه لما كتاخذ انت الكرياتين. فهنا كيقدر يكون الاستشفاء ديالك احسن، يعني انت ما تنتظرش انك لما تاخذ الكرياتين تحس براسك سوبرمان وكطير في السماء، لا، غادي يكون واحد النتائج اللي غادي تجي اللي غتنعكس اثناء التدريب ديالك على المدى البعيد، وانت غادي والجسم ديالك كيتطور بالعوامل كامله، يعني هي غادي تكون عامل مساعد من ناحيه الطاقيه على المدى الوقت، ومن ناحيه ديال الاستشفاء على مدى الوقت، ومن ناحيه التطور من خلال ان التدريب ديالك يقدر يتحسن بواحد النسبه معينه، يعني هذا هو الاساس. يعني ما تلاحظش واحد الفارق في راسك ولا كتحس بشي احساس، بل على المدى البعيد غتلاحظ واحد الفوارق. فبالنسبة
بالنسبه للاثار الجانبيه في اطار مشيتي بهذه الطريقه اللي شرحنا كاين بعض الاشياء. دابا اغلبيه الناس كيهضروا على الكرياتين، شنو هو الكرياتين؟ في ديك القضيه الاولى اللي شرحنا كيفاش انه الكرياتين كتجدد لك الطاقه، فهذاك التجديد ديال الطاقه كيوقع واحد لو ديشي، كيوقع بحال واحد النفايات اللي هما الكرياتينين. هاد الكرياتينين كيمشي للكلي ديالك وكيتطرح في المجرى البوليه. ولكن فاش كتشوف معظم الابحاث عند اغلب الناس اللي ما عندهم حتى مشاكل في الجسم ديالهم، فما كتلقاش واحد الارتفاع اللي مخالف للايام مثلا اللي ما كانش كياخذ فيه. فالاغلبيه لا تقدر تلقى عند مثلا مشاكل في الكلي، من الاحسن اصلا يتجنب الكرياتين وحتى واحد النسبه عاليه في البروتين. اما بالنسبه لواحد الانسان عادي في اطار 5 غرام اللي شرحنا، غالبا ما غاديش يلاحظ فارق، يعني حتى على مستوى الكرياتين ما غاديش يكون واحد زياده اللي عاليه بواحد صفه كبيره. هذه مساله. المساله الثانيه كاين اللي كتضر الكرش، هذه مساله كتخص الفرد ماشي اغلب الناس، يعني بعض الناس اللي كتخص تشدهم هذه المساله فلا حس بواحد الالم، الافضل يتجنب. يعني اي حاجه اللي غتشوف عليها كتعطيك انت واحد الاعراض خاصه بك انت، فمن الاحسن تجنبها. ولكن بصفه عامه اغلبيه الناس ما كديرش لهم هذه القضيه هذه، حيت المساله ديال الكرياتين هي كتخص خصوصا الفرد. اما في اغلبيه الناس ما تلقاش ان شي واحد فاش كان كياخذها وما عنده حتى مشاكل على مستوى الكلي وحتى امراض في الجسم ديالو انه كتوقع عليه شي حاجه، فقط يمشي بكميات اللي معتادله. بحال اللي شرحنا دابا، ماشي غادي يمشي ياخذ 50 غرام في النهار ومن بعد يقول لك شنو وقع لي، راه الا خديتي غير جوج طرات الحليب في النهار يقدر يوقع لك اشياء. يعني خاصك عاوتاني تمشي بواحد الاعتدال. اما وقتاش ناخذها، انا بالنسبه ليا ما كنبغيش نبقى نفتي الري ونقول لك شي حاجه فاش ما كتكونش عندها الحدود، كتكون انت عندك كامل الحريه. بغيتي تاخذ 2 غرام ونص قبل و2 غرام ونص من بعد، بغيتي تاخذ 5 غرام قبل، انا شخصيا كنفضل ناخذها من بعد، لان حنا شنو هو الهدف ديالنا؟ نوصلوا اقصى قيمه ديال التخزين ونستافدوا منها. فالتوقيت انا بالنسبه ليا ما كيكونش مهم بديك الدرجه اللي غتكون هي اللي كدير المتغير. انا شخصيا كناخذ من بعد تدريب مع لاوي ديالي، هذا كان بتبسيط تام، حاولنا نبسطوا الاشياء الى اقصى درجه. الا كان الامر معقد او ما كانتش حاجه واضحه خلوا لي في الكومونتير، ان شاء الله نحاولوا نزيدوا نبسطوا ونشرحوا بصفه اكبر، خصوصا الا كنت نسيت شي حاجه. تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم.